مشاهدي قناة الأهلي. أهلا بك يا كريم، طمنا على التدريبات النهاردة وآخر استعدادات الفريق عقب الفوز بالأمس واستعدادا للمباراة المقبلة أمام حرس الحدود. يعني اكيد طبعا مبارك للنادي الاهلي على الفوز امس. النهارده انت عارف طبعا كل مباراه بيكون تدريب التالي ليها بيكون ريكفري بسيط. النهارده يمكن ما اقدر اقول لك ان التدريب ما خدش جرعه تدريبيه قويه، كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه كان تدريب بسيط جدا ليهم، والمجموعه طبعا الثانيه كالعاده ادت جرعه تدريبيه كامله. لان النهارده كمان يمكن قبل الانطلاق المباراه مباشره شفنا محمود عبد المنعم كهربا مع الكابتن سامي قمصان في تدريبات منفرده وتدريبات قويه جدا، واضح ان شاء الله التجهيز ان شاء الله الكهرباء باذن الله زي ما انت اكدت وقلت حرس الحدود المباراه الاخيره تنتهي ثم بقى يدخل لحسابات الجهاز الفني من جديد، وان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق. محمود عبد المنعم كهربا النهارده كمان كالعاده البروتوكول الخاص بالمساحات الطبيه ومع التعديل الرابط تيست طبعا النهارده كل اللعيبه قامت بيه مع افراد الجهاز الفني والعاملين بفريق الكره على اساس ان شاء الله باذن الله النتيجه كالعاده مع الاتقان الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي والالتزام الكبير النتيجه صباحا ان شاء الله تكون سلبيه لكل لعيبه النادي الاهلي. مكاسب كبيره كانت في المباراه، بيرجع لنا بقى المباراه القادمه علي معلول، امور كثيره جدا بنتمنى ان شاء الله باذن الله. مباراه الحرس زي ما انت اكدت وقلت 11 نقطه نقدر بقى الاربع مباريات باذن الله كلهم يكونوا فوز للنادي الاهلي، ونفكر بقى الفكر الكبير في البطوله الافريقيه الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. تمام. طيب موقف صالح جمعه يا كريم، صالح جمعه كان شارك في مباراه المصري وكانت عوده بالنسبه له، بعد كده تم استبعاده عشان هو ممكن ما يكونش جاهز بشكل او باخر بالصوره اللي بيتمناها المدير الفني مستر ريني فايلر الفتره اللي جايه، ايه موقف صالح جمعه وضح للجمهور؟ صالح جمعه بيأدي تدريبات قويه جدا ويمكن شغال على نفسه بشكل كبير، ويمكن اكدنا اكثر من مره ويمكن زي ما اكدنا امير وقلنا المدير الفني عايز يخلي صالح في صوره مطمئنه للجمهور، عايز يخليه نازل الملعب بصوره تفيد النادي الاهلي وتفيده هو على المستوى الشخصي. النهارده كان ظهر بشكل جيد جدا بالنسبه لتدريبات فريق النادي الاهلي مع التدريبات ان شاء الله مع الجرعات اللي ممكن ياخدها في المباراه اللي جايه ان شاء الله نشوف صالح في الصوره اللي احنا بنتمناها واللي بيتمناها ان شاء الله كل جمهور النادي الاهلي كالعاده. طبعا كمان تأهيل بقى محمد محمود وحسين الشحات عمرو السوليه كل اللعيبه اللي بتواصل التأهيل مستمره التأهيل، لان ان شاء الله باذن الله بنتمنى بقى الفتره دي تنتهي وتكتمل صفوف فريق النادي الاهلي قبل البطوله الافريقيه باذن الله. ان شاء الله يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من خلال مداخله مهمه، عرفنا من خلاله كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق الاول لكره القدم قبل مباراه الحرس بعد بكره باذن الله، ونتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي ونقرب اكتر واكتر لبطوله الدوري. تعالوا نرجع ل